ثالث بطولاته التلفزيونية يصور حالياً الفنان سامح حسين مسلسله الرمضاني الجديد الزناتي مجاهد، بعد أن قدم العام قبل الماضي عبودة ماركة مسجلة والعام الماضي اللص والكتاب. سامح يجسد في العمل شخصية مجاهد الصعيدي الذي يسعى للزواج من بدارة، والتي تجسد دورها الفنانة إيمان السيد، إلا أنه يفاجأ أنه لا يملك شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي لتتوالى الأحداث التي ترصد سلبيات المجتمع ما قبل ثورة يناير. يشارك في بطولة العمل يوسف داود وهلا فاخر وشعبان حسين وهناء الشرباجي، وهو من تأليف محسن رزق ومن إخراج أسد فولاد كار. فكرتني مثلا بالبيت الشعر اللي بيقول مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت علي خطا مشاها. فاحنا انا بالفعل كنت ماضي مع شركه ميلودي 3 افلام وما حصلش نصيب ان احنا نعملهم. وبعديها انا يعني مش حابب ان انا كنت افسخ العقد في وسط المشوار. فبعد ما 3 سنين خلصوا مضيت مع الأستاذ وائل عبد الله شركة أوسكار، وابتدينا في أول فيلم كان كاتبه الأستاذ محسن رزق وإخراج الأستاذ معتز التوني. وابتدينا لا يعني إن شاء الله إيه يعني مش ما كنتش حابب أتكلم عليه وما زلت يعني. وابتدينا نحضر ليه وكنا داخلينه بأمر الله قبل المسلسل، لكن الأحداث اللي حصلت يعني في مصر في الثورة ما عرفناش نكملها يعني. فأرجعنا الفيلم ده بأمر الله لبعد المسلسل إن شاء الله رب العالمين. لن ولم أتغير. ده أنا ميشو. أنا حرامي. مصر يا ولاد بلد نجيب محفوظ واحمد زويل، بلد عبد الوهاب وام كلثوم وحسن شحاته. والله هو السر في كل حاجه اولا ده توفيق من عند ربنا، فربنا بيوهب بقى كل حاجه بعديها يعني. هي دي اراده ربنا يعني، ما هياش فزلكه من اي حد يعني. ولو اي حد قال لك انا يعني فزلوك او كده لا ده كذاب يعني، ده بتاع ربنا. وربنا هو اللي بيدي الانسان ان هو يبقى متحمس للشغل بتاعه وان هو يحب الشغل بتاعه وان هو يخلص ليه، لان الاخلاص ده حاجه مهمه جدا. مجموعه العوامل دي كلها هي اللي بتوصل للنجاح يعني، مش اكتر يعني خالص يعني. يعني ممكن تلاقي في ناس كتير احسن من ناس موجوده بس لسه ما ظهرتش يعني، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى يعني. في جهان انت عيمتنا حاجات كتير قوي في حياتك. اي نعم انا مش فاكر منها اي حاجة، بس عيمتنا يا منجوع نعمي ايه، ويا ما جوعنا، ويا ما نقع في شدة نعمي ايه، ويا ما وقعنا. لكن في جانا عميك ما عيمتنا استسيام، ويا ما استسيامنا. الحمد لله يعني انا دايما متابع الجمهور عن طريق النت، اذا كان بقى المواقع الفنية كلها او اذا كان الفيسبوك، فلازم يبقى في تواصل ما بيني وما بينهم. وده انا بعتبره شغل يعني، هو ده في حد ذاته شغل، هو اللي بيخلي الواحد يشوف طريقه هيبقى عامل ازاي يعني. يعني هعمل الخطوة الجاية كده ولا اعملها كده ولا اعملها كده، ده بناء على اراء الناس يعني. فلا يعني باخد دايما الاراء بتاعتهم عن طريق الحاجات دي يعني. يعني قليل طبعا ان انت ممكن تبقى قاعد على قهوة او في بنز او يعني راح في بنزين او بتاعت تعرف الحاجات دي، لكن الاقوى دايما بيبقى شبكة النت والفيسبوك، ده حاجة عظيمة جدا يعني. مسلسل الزناتي مجاهد الذي يصوره حاليا الفنان سامح حسين تم بثه من قبل في الإذاعة عام 2008، واعترضت الرقابة على 6 حلقات منه لجرأته في تناول سلبيات المجتمع. سامح سبق له الحصول العام الماضي على جائزة أفضل ممثل كوميدي في استفتاء أجرته إحدى المجلات الشهيرة، كما حصل في نفس العام مسلسله اللص والكتاب على جائزة أفضل مسلسل إذاعي اجتماعي من مهرجان جوردن أورد الذي أقيم في الأردن. هو مش هتلاشاه قد ما من اللي اتقال من بداية اللص والكتاب ان هو شخصية ميشو، انت ما يعني ايه خليك في الكوميدي بس، وشخصية ميشو دي هتبقى صعب عليك او كده او ما تعملش شخصيتين. فانا توكلت على الله انا وباقي الكاست يعني، وعملنا المسلسل وربنا سبحانه وتعالى كتب له النجاح، وكتب النجاح والتوفيق لشخصية ميشو.
بشكل يعني انا ما كنتش متخيله ولا حد كان متخيله يعني. فاستفدت منها ان لا لازم يبقى في تحدي شويه ومفيش استسهال، ولازم اقعد افتش على حاجات جوايا ممكن الناس ما تبقاش شايفاها ممكن تعجبهم يعني. انا ممكن اسرح عنك. رسالتك فاشله يا حضره الضابط. ابو سيدك يا معلم اديله، انت عارف بيشو. انا الحمد لله ربنا يعني كرمني جدا في كل حاجه يعني الحمد لله رب العالمين. ومن ضمن الحاجات اللي ربنا كرمني بيها او اكبر الحاجات يعني خطوه الجواز دي يعني، فالحمد لله يعني متجوز والحمد لله رب العالمين وربنا يرضى علينا. بس انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، الفرح ده فيه شخصيات مهمه قوي، كل الدنيا بتصورنا دلوقتي، الدشات والاس ان 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 كل الساتلايت بيصورنا. اسكت اسمعني انت بالتحديد، شغل الحناطير والاستبلاط والحصينه ما يمشيش هنا خالص، ابوس ايديكم. عيب يا عم والله انا ما خايف الا منك انت. يا ريت ان شاء الله كلنا نتفرج على الزناتي مجاهد ان شاء الله. اوعدكم انكم هتلاقوا بجانب البسمه هتلاقوا موضوع هادف جدا، وهتلاقوا نجوم ان شاء الله انتوا بتحبوهم، وهتلاقوا كوميديا تنتمي للكوميديا الساخره يعني اللي هو الكوميديا المره اللي شر الباليه ما يضحك يعني. فيا رب المسلسل يعجبكم، احنا بازلين فيه مجهود، يا رب ان شاء الله تقدروه ان شاء الله ويعجبكم. لا مؤاخذه ها، مين عايز يروح لعيد ميلاد؟ استاذ اسد فولاد كار، انا سعيد جدا ان انا شغال معاه في العمل ده، لانه زي ما حضرتك قلت هو كان من العوامل الاساسيه ان هو يظهرني بشكل كوميدي للناس اتفرجت عليه في راجل وست ستات. لما الاستاذ اشرف عبد الباقي قدمني ليه علشان اعمل الدور ده ووافق بعديها وابتدينا نشتغل، فكنت حاسس ان في لينك يعني ما بيني وما بين الاستاذ اسد، وكان في مشروع فيلم ما بيننا قبل كده، الى ان اتت بقى الفرصه بتاعه الزناتي مجاهد. فحسينا ان ما حدش يعرف يخرج المسلسل ده بخفه الدم، هو انا دايما بسعى ليه يعني، ده استاذي وده حد انا بحبه جدا فنيا وانسانيا، فدايما انا بسعى ليه. يا ابني نام هتجن، اجيب السؤال التالي ماذا تعرف عن مذباحة قلاوون؟ من هو افلاطون؟ مذباحة قلاوون ايوه، من هو افلاطون؟ حملة نابليون، بونابرت رد عليا ليه توتر؟ حملة نابليون، بونابرت رد عليا اتحرك